ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة نهاية الأسبوع المنصرم شخصا يبلغ من العمر 29 سنة من ذوي السوابق القضائية المتعددة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالعنف واستعمال ناقلة ذات محرك. وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بجدية كبيرة مع مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر المشتبه فيه يقوم بتعريض فتاة للسرقة بالعنف بحي واد فاس، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة من تشخيص هويته وتوقيفه. وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز دراجة نارية وثلاثة هواتف محمولة، علاوة على أسلحة بيضاء ووثائق خاصة بدراجتين ناريتين، وذلك للاشتباه في كونهما متحصلة من عملية سرقة. هذا وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة مباشرة بعد انتهاء إجراءات البحث التمهيدي. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.